السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هرش المكان اللي يراد شبل تي في. أنا ما سنتين أنت كذب حلقة وركة وركة هنا إنه واحد شيء قاعد يعني إن صار شيء تي أروتي ساكة محلي وبرجي إن ما الأفريق ضد اللي يراد بردوين يوم حاصل رحيسة إن ممكن نوديت كها أي بابور بدن كوكا قبتن بابور تسوق كلا صعودي مقالة مقدسه وكس صعودي محاص وصعودي تولوين أي سلسلة سكان كده منا أي ضد كي قاب وغرد يودلين بابور تي جوبين هنتدي أي جوبين ضدنا أي قفارشان ورك كلاتون هلا نوح الشيء جايان إن ولي قفال كي يدير كي وكس صعوده قيبه كم إذا جبر كيران وقلبت إيو ماركت هرتي مركز دور كي هاي إن أي ضد أي قفصلين أي أفضلين آخر كنا ما يدري دونا أنا ما سير دونا لما يقانو مرك ورك هلا نوح الشيء جايان ضد عرور يضمر يكون جيران وضد شعب آه وربديه آه يو ماركت ضد رولين آه إري لايان ضد كاسو دمشق جاري سو ترى 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 أنت لوجي هاي لواتن إسقال قفود أو دمشق وين أنت أصلا ولا قبل دنا يا دمشق وهي ضد بدنا يا أو ماركت يا واحد يقول أي يا نول يقول أي أو قعدت أنا ما كاسكود بيسي أما مركي حبض ده باللبن أو عرري مركي ميت فودين لما هاي أو نورش فودين لما هاي ما واحد جرى ضد قعدت أي كين أو أي كحستين كواحدة ويرك جزت ها داد إلا طوان قارايا وميالك لدوان إيكا قبتين أيا وحا إنت اللوغي هاي قعانتو دا كجرا حضا داد كالله بيك سادي حقاي كي مادين حقاي سكو سعودين عبد الرحمن وحي كي مادين قار حمري كي مادين قار حمري سعودين قار بلديني كي مادين وحيو سعودين دقمدا محاس إيا تولوين كاسيدا ناتيبان هاسو قوبو عدينو يملك الدولة كرتين سعودان وحياة هذه ضد سفرة وسوء أذكتي ورشين وطا مركا ولقي قانون لوكاس يو ضد قبل هذا كرتين سعودا أم حمر كريمي أم سعودي سيدو كرتين بابور وحد جرت ساكي مركي نبطل عن إدعالي ضد أهل كودي بعد جوبا يا وبابور هكاك قاتي يعني ده ميلو كرة كعدي أما قاركودي قبتين ومركتي أما نورال إكويستان أما يدلين جديد با نقول مقالها إن لجوبي ترى ده ما لها يا يوحي صارنا جديد كا ترى ده إلا هذا الشيء قال إلا سجل سيد بابور لجوبي هنتي ده صارنا هذا ترى بمني هنتي إسكو جرت ماركت راشين وبريس يا باستا يا ماركت مسجو يا سليد يا وح كستلا يا سكر يا علام sidoo kale ta agab kale to oo ma aragtay dadku ay soo gateen ama iib geeynaayeen marka oo aad u badan tahay inta halkaas ku baabaday baawurtuna ma aragtay ilaa hadda ama meel la kacday ama ay guweel meena ay ugu dhigan oo saaf la socotid wada kasto oo dhulkaas ku jirta meel ay dhigan marka intii ka dhimo intii ku dhimatay ilaa uu naxariisto inta uu caylahay marka arrimo halkaas aan keenayna aad وأقولين عبد الرحمن أودتك جرمتك كل ميت لحظة من هذا كلها لا شيء لا بيك صدي ما متمار بيك سو جرمتين مس بلدوين بلدوين كسو جرمتين وركن هذا نساس الشيء ترى هذا هو أمسا إلى لا باور أيام مقلعي أنا ميرا لك عضي وضد معلمين حتى كها إسقول هذا بلدوين إلى لا بدي كل إلى سجاش اللي يكودي إلى هذا معلمين أدوجا يقانو مقالة بلدوين ومارت جرمت كوجري وضد قرابة هذا هو حالة تكير للعي كم إذا هاي وميت كودي بعد جوا باي مركا أنت الورك كهلا يو لا سجال قفود وميت وحل جي مش اللي يرادو تيران لح قفود وحل جي هاس قار إلى طول كله برمي من الكاني مركا ميت وغيرات تربضنا جرا أي وقار كلا تولوي كلا تلوقع دتك إن الله يترددوا ويتربض أنت هاي محل إيه صوب هاي محل لودي لدتك محل لو بيكسر دتك محل لودي لي دتك محل لودي لدائما نوالانين وي نمو كان وانت هذا كورقة وشباب ما نتو بالاوضي إلا هذا انت كده حيسا ودقالك وحماي وضعك كالان وحوية وأيو دقال كان وها وبريهان بس عدوي وعلاشي لقباي ومارفت قريه أقل صومالي لقباي جنقديه يقريه لقباي هانتيد مبدا لبابي مركا إسير مارفت إسير سفاي ما كسو عطا ماشا مركا سببت وحوية شعب كويني دولد تاقرسيه شعب كويني دولد يعني دولد دولد دولد
marka waxaan islaahay dadkan waxa loo laayo kaliya waa inay doonayaan inay farnimo ku noolaadaan inay dowladooda la shaqeeyaan sababta kaliya oo loo dilay taas weeye Al-Shabaab warqaday soo saareen dadka aan laynayn macawisley bay ahaayeen dagaal ay nagula jireenayeen maxaa ka jira waa beenaaliyaal fulayeen ah weeye wax macawisley la yiraahdo ma jiraan darawal gaari wataa la dilay haween ayaa la dilay canug safiir ha la dilay oday baa la dilay dad safar ha la laayay marka waxaas wax ka jira malahan dadka reer Hiiraan nimankaas waxa weeye waxay sameeyeen cabsiin soomaaliyeed inay fariin ay u diraan gobollada kaleeto fariin inay u diraan kacdoonka bilowday oo ah in maaragtay ay dadka cid ay u aabayeelayaan inaysan jirin inay dumarka laynayaan caruurta inay laynayaan sabab la socotid cali cumar afar sano in ka dhow wadanka abaaraha ka jirtay roob ma jirin marka dadkaas xoolo dhaqatada oo masaakiinta oo maaragtay oo naftoodii la daala dhacay oo horey u go-doomiyeen ay biyihi ugu diideen inay noolaadaan u diideen ayay haddana waxa weeye waxay doonayaan dhammaan inta cabdiraxmaan cadow cabdiraxmaan hiiraan dagaalaa ka socday ay cilaamisay dowladda dhexe iyo weliba dowladda maamul goboleed kiri shabeelle dagaalkaasaan ogeyn in al-shabaab iyo dowladda ciidan macawisley ah oo deegaanka ah uu socday xaguu ku dambeeyey dagaalka wuxuu ku dambeeyey nasiib darro dowladdu waxay noqotay nabi muuse qoomkiisii siday ku yiraahdeen calayhi salaatu wasalaam oo ahayd fadhab anta warabuka faqaatilha innaa hahuna qaaciduun dowladdu dagaal ay cilaamisay ra-iisul wasaarihii aa tegey wasiirkii gaashaandhigga tegey xildhibaanaa tegey wasiiro kaleetaa tegey madaxdii hirshabeelle oo madaxweynihii ugu sarreeyaa tegey kulli dagaal baa la go-aamiyey shacabkiiyaa la dhiirigeliyey marka nimankan waa argagixiso caalamiya weeye maraykan maaragtay wax ka qaban waayey africa wax ka qaban weysay asia wax ka qaban weysay marka dadka gobolka hiiraan degan maaragtay waxay keligood wax ka qaban karaan ba marka waxay dagaalku inuu ka bilowdo gobolladoo dhan inuu ka bilowdo inuu maaragtay uu ka bilowdo koonfur galbeed inuu ka bilowdo maaragtay meesha la yihahdo galmudug inuu ka bilowdo gobollada dhammaantood sida jubbaland iyo meel kasta oo nimankan yani xarumahooda in la weeraro sida maaragtay meesha la yihaahdo caalbuur sida la yihahdo meesha la yihahdo buqda sida jubbada dhexe iyo maaragtay iyo meel kasta marka noqotay dadkan maaragtay masaakiinta abaartu iyo maamul xumadu ay waxyeelaysay in dowladdu ay gacan u haatiso madaxdeeda ugu sarreysa ay tagto la dhiirigeliyo saad la socotidna waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo maamulka hirshabeelle dagaalka waxaa ku qasbay waxay ahayday maaragtay waddadii isku xiraysay boosaaso ama gobollada dhexe iyo gobolka hiiraan isku xiraysay inay nimankaanu ay soo galeen ay gooyeen isla markaasna ay cansuurtay maamulka hirshabeelle uu qaadan jiray inay ka go-doomiyeen marka markii cansuurtii ay qaadanayeen maamulka loogu soo dhigtay gudoomiye gobolka iyo maamulka hirshabeelle dagaal bay galeen saddex bilood buu jaqda ku jiray shacabkii u kiciyey markii maaragtay waddadii ay u furantay oo cansuurtii ay soo laabatayna waxaad u malaysaa in shacabkii iyo la yiri iyo shabaab adinkii sarka waxaad ka raashin badlayday cabdiraxmaan waxaad tiri beegsiga socda ma waxaad malaynaysaa in qabaa'il gaar ah shabaab bay beegsanayaan ha qabaa'ilada hiiraan degan bay baagsanayaan horta guud ahaan dalkao dhan cid ay u aabayeelayaan ma jirto laakiin cid kasta oo diida awaamiirtooda dee waa baagsanayaan marka hiiraan qabaa'ilada hiiraan degan ay baagsanayaan sababtay u baagsanayaanna waxay tahay yacni inay diideen inay shabaab hoos tagaan inay diideen maaragtay in waxaan dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle ahayn halkaas inay ka taliyaan marka qabiilkaasaa la baagsanayaa dadka xataa ayagii isii kala saarayaan wararka an dhalayna waxay leeyihiin adinka yaa tihin qabaa'ilada qaarna ay daynayaan qaarna ay dilayaan marka qolo ay jecel yihiin iyo qolo maaragtay goonihi uma jirto laakiin waxay rabaan yacni qeyb iyo xukun iyo fariin inay u diraan cid kasta oo maaragtay oo shacab ah oo doonaysa inay ka hor tagto shabaab inay saasay u geli doonaan gabagabadii cabdiraxmaan oo shabaab markii ugu horreysay tan oo kale ay dhacdo ma aha xoolaa la laayay ceelalaa la duugay waddooyin isku xira deegaanadaasaa la jaray iminka waxay maraysaa in soddomeeye qof madaxa si toosa loogu toogto caruur iyo haween leh si gobolka hiiraan badbaado iyo dowladnimo ay u helaan maxaa loo baahan yahay
waxa loo baahan yahay cali cumar arintan wax la sugaay weeye absolutely wala sugaay hadda korna wareysiga waa ku sheegnay waxaaba loo baahan yahay waxa weeye dowladdu inay roolkeeda qaadato inay dagaalka gasho in ciidamada hadda ciidamadii horey u geysay hadda meesha waa ka celisay in ciidamada la keeno mirooyinka in la saaro nimanka xarumahooda in la weeraro shacabka iyo dowladda isla socdaan gobol kasta iyo degmo kasta in weerar laga qaado oo nimankan lasoo afjaro nimankan hadda qaabkay u dhaqmayaan waxay caddaynaysaa nimankan inay gabaabsi yihiin ay dhammaanayaan mudane madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku baaqay inuu nimankan dhaqaalaha ka xiraayo inuu ilo kasta uu ka baabiinayo marka weli ilihii waa u socdaan yani mirooyinka nimankan xagee ka helayaan yani hubkan ay ku dagaalamaan xagee ka helayaan yani marka waxaas in lasoo gabagabay waxay u baahan tahay dowladda iyo shacabka iyo maamul goboleedyada waa dagaal wada jira oo loo midaysan yahay in la qaado oo la oo saacadaha ama daqiiqadaha soo socda fursadda ugu dambeysa waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto inaan halkan aan tacsi aan ugu diro dadka meesha ku dhamaaday ahalkoodii qaraabadoodii ilaahay inuu naxariisto sidoo kaleeta waxaan rabaa inaan tacsi aan u diro madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo hooyadiisa maaragtay ku gooriyootay imaaraadka ilaahay sabar iyo iman ha ka siiyo ilaahay ayadana ha u naxariisto.